مشكله مفتوحه لم تعالج كجراحهم العميقه هكذا باتت قضيه جرحى تعز حيث لا مؤشرات جاده لحلها ولا معالجات حقيقيه توقف معاناه الجرحى المستمره منذ خمس سنوات هنا اقام الجرحى وقفه احتجاجيه قطعوا خلالها عددا من الشوارع الرئيسيه وسط المدينه واغلقوا المقر المؤقت لديوان عام المحافظه في شارع جمال يقول الجرحى إن الإهمال وعدم المبالاة من قبل السلطة المحلية والجهات المسؤولة في المحافظة أسهم في مضاعفة المشكلة عليهم حيث يستمر تجاهلهم وخذلانهم إحنا قرحة عز والكل معروف إن إحنا قرحة عز لنا خمس سنين نطالب من السلطة المحلية ومن قيادة الشرعية ومن المحور ولا نجد حلول قذرية إحنا نحمل اليوم السلطة المحلية وقيادة المحور تعز بخروجنا إلى الشارع وهذا مش أول خروج، هذا أول خروج عدة خروج الجرحى طالبوا في وقفتهم أيضا بسرعة صرف مستحقاتهم وإعطاء ملفهم الأهمية الكاملة وعدم إصدار الوعود والمعالجات التي لا تحل المشكلة بشكل جذري. المحافظ نبيل شمسان وكتحرك لمعالجة ملف الجرحى وجه مؤخرا بصرف مبلغ 300 مليون ريال لحساب الجرحى بشكل عاجل. غير ان الجرحى اعتبروا ذلك حلا غير كاف لمعالجه اوضاعهم المعقده عوده للاحتجاجات والغضب في تعز المحافظه التي تتراكم فيها الاوجاع كل يوم جراء القصف والحصار وتردي الاوضاع الخدميه